السلام عليكم، أنا محمد غنايم. من خلال هذا المقطع سأجعلك تتذكر كل شيء تحفظه مع تجربة حقيقية. مستعد؟ لنبدأ على فرقة الداء. لو سألنا أين الذاكرة في الدماغ؟ يعني مثلا لو أردت أن تخزن شيء على حاسوبك فأنت تذهب إلى قرص الدي أو السي، ولكن لو أردنا أن نخزن شيء في الدماغ إلى أين نذهب؟ هذا السؤال لطالما حير علماء الأعصاب، لدرجة أنهم بدأوا باستئصال جزء جزء من الدماغ ليكتشفوا أين الذاكرة به. وهنا مريض اسمه هنري مولايسون استأصل العلماء من دماغه منطقة الهيبوكامبس بتجربة لمحاولة علاجه من نوبات الصرع. نجحت الجراحة وعاش الرجل بعد هذه الجراحة لمدة 55 عام بصحة جيدة، ولكنه لم يكن قادرا على تخزين ذكريات جديدة، مثل ماذا فعل الأسبوع الماضي وهو الطعام الذي تناوله الأسبوع الماضي إلى آخره. هنا اعتقد العلماء أنهم اكتشفوا مكان الذاكرة في الدماغ، وهي المنطقة التي استأصلوها منه، وأصبحت أمال العلماء قريبة ليصلوا لحلم كل واحد فينا، خصوصا في فترة الاختبارات، بحيث يتم توصيلك بسلك وتنقل كل الاختبار وكل المادة التي عليك إلى ذاكرتك في الدماغ. ولكن الغريب أن هذا المريض لا يتذكر الذكريات القريبة، ولكنه يتذكر الذكريات البعيدة. يعني مثلا يتذكر متى ولد ابنه الأول، متى تزوج. هنا اكتشف العلماء أنه يوجد مكان آخر للذاكرة غير منطقة الهيبوكامبس، وذلك الجزء يختص بالذكريات بعيدة الأمد. بعيدة الأمد. وتوصلوا أن الذاكرة في الدماغ لا توجد في منطقة واحدة محددة، بل تتوزع في الدماغ في عدة مناطق. فمثلا جزء في الدماغ يخزن المواقف العاطفية، الحب، الخوف، الحزن، بالتحديد في منطقة الأميجديلا. لذلك تجدك لا تنسى إطلاقا ذلك الموقف المخيف الذي تعرضت له في يوم ما، بل تستمر في تذكره والحلم به، وهذا ما يسميه العلماء بالتعلم من الخوف، أو حتى شعور الحب لشخص أو مكان وغيرها من المواقف العاطفية. جزء آخر من الدماغ يوجد في القشرة المخية يخزن المعرفة العامة. مثلا إذا رأيت وجهي تعرف أنني محمد غنايف، أنا محفور في ذاكرتك أيها الجميل العزيز، وأنت كذلك. جزء آخر من الدماغ مسؤول عن الذاكرة المكانية والذاكرة اللفظية. يعني باختصار الذاكرة موزعة في الدماغ وليست في مكان واحد، لذلك يصعب أن ننقل المعلومات لدماغك كما ننقله للحاسوب العادي. ولكنني سأخبرك الآن كيف تحفظ أي شيء تراه دون الحاجة للخيال العلمي. كان توصل سلك بيك، وسأطبق هذا الأمر على تجربة حقيقية هنا مع أحمد. سأذكر الآن الطريقة على أحمد وأحمد يطبقها تباعا. أولا، ضع هدفا لك أثناء القراءة. مثلا أنت تقرأ هذا الكتاب لأنه سيأتي في الامتحان، هذا هدف، هكذا يركز الدماغ أكثر على وضع هذا الكتاب في الذاكرة. مثلا لو سألنا ما هو هدفك يا أحمد من حفظ هذه الصفحة؟ أنا أشارك معك بهذه التجربة. النقطة الثانية، اقرأ الورقة بشكل سريع بعينيك. هذه الطريقة بالضبط هي ما تحصل معك أثناء تصفحك للسوشيال ميديا، بحيث تركز على الموضوع الذي يلفت انتباهك فتفتح ذلك الموضوع وتقرأه. انتهيت. بعض الأشخاص لا يستطيعون التركيز أو الانتباه لفترة طويلة أثناء القراءة السريعة، هنا حاول إبعاد الهاتف أو أي شيء يلهيك عن التركيز. الخطوة الثالثة، حدد النقاط المهمة في النص، النقاط التي تتوقع أن تسأل فيها أو تسأل فيها الاختبار. امسك قلم بلون مختلف وحدد النقاط المهمة في النص، ولكن لا تفعل مثل هذا الشخص، يعني يحدد كل شيء، يعني هذا هبل. الهدف من التضليل هو إبراز المهم، هي ليست حصة تلوين أو رسم. التحديد يجب أن يكون على الكلمة المفتاحية أو الجملة الأساسية. الخطوة الرابعة، اربط الكلمات التي حددتها بصور أو كلمات غريبة حتى لا تنساها. يمكنكم عمل رسم بياني للأفكار في النص، هذا يساعدكم على تذكره، أو اختيار جمل غريبة كأن تجمع أول حروف الجمل وتربطها في كلمة واحدة بحيث يسهل عليك تذكرها. الخطوة الخامسة والأخيرة، راجع كل ما قرأته من خلال أن تسأل نفسك قبل أن تسأل. يعني حاول استخراج أسئلة من النص واسألها لنفسك، هكذا تثبت المعلومات في الذاكرة. الآن نسألك يا أحمد لنرى إن حفظت أم لا. السؤال الأول، ما اسم الشخص الذي وضع وصفة السعادة في النص؟ جورج براندشو. جميل، أحسنت. هل يمكن أن نعرف بماذا ربطت هذا الاسم لحفظه؟ جورج هو اسم شخص بعرفه، براند هي ربطت بكلمة براند يعني، وشو عرض. جميل. السؤال التالي، أذكر جملة أعجبتك في النص. لا تسمح للفراغ أن ينال منك. جميل. بهذه الطريقة أيها الأحبة لم تستغرق الورقة مع أكثر من 4 دقائق لحفظها. قبل أن نكمل الموضوع، لفت انتباه الفترة الأخيرة تطبيق اسمه كامبلي، يساعدك في تعلم اللغة الإنجليزية من أصحاب اللغة نفسها. أحببت أن ألحقه بهذه الحلقة التي تتعلق بكيفية الحفظ، لعله يساعد بعضنا في اكتساب وتعلم اللغة الإنجليزية. حملت التطبيق وتصفحته، وكان الأمر في البداية غريب ولكنه جذاب. اخترت أستاذ بشكل عشوائي وأجريت معه حوار، وبالفعل يساعد في تقوية اللغة الإنجليزية. يمكنك اختيار المعلم
المناسب لك، طبعا كلهم مؤهلين وتستطيع التعلم بالمنهاج الذي يناسب مستواك باللغة، والأمر أيضا يكون حسب وقتك تماما ومن أي مكان، سواء من حاسوبك أو هاتفك، والدروس أساسا مسجلة. أيضا الخصوصية، يمكنك إغلاق الكاميرا، التحدث بالصوت فقط، الأمر يعود لك تماما. صدقا هذا التطبيق يعني ممتاز جدا، وضعت لك في الوصف رابط تحميل التطبيق، أنصحك بتحميله وتطوير وتقوية اللغة الإنجليزية الخاصة بك. وبمجرد أن تضع هذا الكود تحصل على 10 دقائق مجانية للتحدث بها والتعلم من أي أستاذ تريده، وتحصل على خصم على الباقات السنوية لمدة شهر. يعني ما يمنعك معك الآن 10 دقائق مجانية، جرب واستخدمها في التواصل مع أي أستاذ تريد وتطور لغتك بإذن الله. وأخبرني عن تجربتك، لأنني بكل أمانة أحب أن أجد الإفادة في كل ما نشاركه وننشره. بالعودة إلى موضوعنا، أنا الكثير من الصحابة والتابعين اشتهروا بقوة الحفظ والذاكرة لدرجة أنك تظن أنهم يمتلكون قدرات خارقة، والأهم يحب أن يتعلموا ويكتسبوا العلم، فلا تفوت فرصة قد تطورك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. طبعا يوجد طرق أخرى لتقوية الذاكرة بتناول أحماض الأوميجا 3 والفوليك وفيتامين B12 في حال كثرة النسيان. مع الممارسة تقوي المسارات العصبية التي تحمل الذاكرة. مثال: عندما تذاكر للاختبار في البداية لا تتذكر الدروس، لكن مع المراجعة ترسخ عندك في الذاكرة، والذاكرة تتأثر بعمر الشخص وصحته وأشياء كثيرة أخرى، فكلما كنت أصغر كلما كانت ذاكرتك أقوى. وأعتقد أن أغلب من يتابعنا من الشباب، يعني هذه الفترة المناسبة لتقوي ذاكرتك بالممارسة. وإذا أردت أن تحفظ أي شيء بسرعة، راجع الخطوات التي أخبرتك إياها وطبقناها على أحمد. وهنا يحضرني بيت شعر يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فكن مع الله دائما وأبدا. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.